خليني ارحب بسيادة النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب. سيادة النائب مساء الخير يا فندم. الو اهلا بيك يا فندم، شرفت حضرتك. اهلا بحضرتك، اهلا بيك فندم. النهارده حضرتك تابعت، هل وزير الاسكان خلص فندم ولا لسه في عرضه امام البرلمان؟ لسه موجود. أيوة. طيب يعني اهم ما قال وزير الكهرباء النهارده، وكان في تعقيب من السادة النواب على تصريحات دكتور محمد شاكر، كان ايه؟ مظبوط. هو طبعا النهارده معالي الوزير استعرض الخطه بتاعه عمل الوزاره في الفتره السابقه، واهم جزئين كانوا من رايي الشخصي كان موجود في الخطه، ان احنا يعني عندنا فائض من الكهرباء قابل للتصدير. نعم، دي من النقط المهمه جدا. احنا بس منتظرين خط الربط اللي هيتم من عندنا مع قبرص ينتهي، وان شاء الله نبقى جاهز للتصدير. دي طبعا خطوه قويه جدا وتحط مصر في مكانه متقدمه طبعا كهرب بالنسبه للطاقه يعني. والجزء الثاني اللي برضو كان موجود، ان احنا النهارده بننتج 20% من الطاقه الكهرباء المنتجه في مصر من طاقه الرياح ومن الطاقه الشمسيه. نعم، الطاقه المتجدده. ايوه. وقدرنا نوصل بيوصل مع الوزير وزاره الكهرباء بالتكلفه لسنوها لغايه 2 سنة. مش عارفه ابتديت ما اسمعكش يا ست النائب. حضرتك يعني لا انا بتكلم على الشبكه. تمام. ما يجي لك وزير الاتصالات من فضلك قول له انه الشبكات مشكله الشبكات بقت بزياده قوي، بقت بزياده قوي، مفيش حد ما بيشتكيش من اي شبكه موجوده في مصر. مظبوط. اتفضل. احنا قدرنا يوصل تقدر وزاره الكهرباء ان هي تستقطب منتجه من الرياح تكلفتها 3 سنت.